نبيك سالم بالبيت عنوان الحملة المشتركة التي ستنطلق قريبا بالتعاون ما بين الإدارة العامة للإطفاء وشركة إكويت للبترو كيماويات. نعم، الحملة المرتقبة تهدف لتقديم حزمة توعوية إرشادية للكبار والصغار، لا سيما في فترة الحجر المنزلي وما قد تشهده من حوادث لا قدر الله. تمهيدا لانطلاق حملة نبيك سالم بالبيت، اجتمعت الإدارة العامة للإطفاء مع شركة إيكويت للبتروكيماويات وفريق التجمع العمالي، وذلك للتنسيق تمهيدا لانطلاق هذه الحملة. ورأينا أن من الضروري جدا وأيضا الخدمة المجتمعية حتمت علينا أن نقوم في هذا الواجب بأن يتم توزيع كتيبات الأطفاء الصغير بما يحتويه من معلومات كبيرة للأمانة للطفل بكيفية التعامل مع الحدث أولا بأول، وخصوصا بأن الأهالي الآن عندهم الوقت والسعة الكافية بطبعا يعني يقومون في هذا الواجب، ويحتاج فعلا إلى تعاضد الأسر بكيفية التعامل مع الطفل وقراءة هذا الكتيب اللي فيه معلومات فعلا قيمة وتحاكي الطفل. فإن شاء الله راح يكون توزيع هذه الكتيبات وكاشفات الدخان أيضا وطفاية الحريق عن طريق الجمعيات التعاونية، وأيضا طبعا في عندنا فريق التجمع العمالي راح يساهم معنا في توزيع هذا الكتيب. وطبعا نشكر الأخوان مرة ثانية، يعني نقول لهم شركاء النجاح شركة إيكويت على هذا الدعم واللي ليس بغريب عليهم. تهدف هذه الحملة لتقديم حزمة توعوية إرشادية للكبار والصغار، خصوصا بما يتعلق خلال هذه الفترة التي تتماشى مع الحجر المنزلي وبعض الحوادث التي تصاحبها. هذه تهدف الحقيقة إلى جعل المواطن والمقيمين الموجودين داخل الحجر الصحي المنزلي يكونون آمنين داخل البيت. أبعد شيء ممكن أن نريد الآن من المواطنين والمقيمين اللي داخل البيت أن يكون لا سمح الله عندهم في إصابات أو لا سمح الله تكون في حرائق داخل المنزل. فالكتيب اللي راح نوزعه اليوم بالتعاون مع اتحاد الجمعيات وأيضا بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء، هدف الحقيقة إبقاء الناس آمنين داخل المنزل. ودورنا اليوم كتجمع عمالي وشبابي يجمع النقابات العمالية سواء نفطية أو جمعيات نفع عام، دورنا اليوم المجتمع المدني ودوره في هذه الأزمات. وهذا اليوم الصح، اليوم المجتمع المدني دوره مو بس انه يخدم فئات معينه سواء النقابه في نقابتها او الجمعيه في منطقتها، لا، الدور ايضا في دور مدني لازم يقوم فيه. واليوم هذا دور التجمع العمالي ينظم جميع او اغلب الجمعيات النفع العام او النقابات العماليه على اساس انها تقوم في تغطيه هذا الموضوع. هناك كتاب الاطفاء الصغير سوف يوزع للمواطنين والمقيمين من خلال الجمعيات التعاونيه والمنازل لتوعيه الاطفال، بالاضافه الى توزيع مطفئه حريق وجهاز كاشف الدخان للحفاظ على الأرواح والممتلكات. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.